لمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار. أستاذ ياسر، بداية مرحبا بك. الرئيس التركي في خطاب له قال إن الاتفاق التركي الروسي ضربة جديدة للممر الإرهابي في سوريا. إلى أي مدى ترى أن حلم الميليشيات الكردية قد انتهى بالفعل؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم. صحيح، رجب طيب أردوغان حقق ضربة قاتلة أو يعني ضربة قاضية بالنسبة للمشروع الكردي الانفصالي. بدأ هذه الضربة القاضية من خلال معركة ما يعرف بدرع الزيتون أو ما يعرف بمعركة عفرين، التي كان هدفها أن تتصل بالبحر بالنسبة للدولة أو الكيان الكردي الانفصالي. والآن ما يعرف بعملية نبع السلام أن قطع أوصال مثل هذا المشروع الانفصالي. لذلك أنا بتصوري فعلا المشروع الكردي الانفصالي الذي كان يديره ويستثمره ويعني يسيطر عليه ما يعرف تنظيم الإرهابي PKK أصبح وراء ظهرنا الآن. كل ما يعني الكلام في هذا الموضوع، الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم عن إعادة توطين للأكراد في عمق عربي وبالتالي غير الأرض التي يفترض أن الأكراد يطالبون فيها، والتنظيم PKK يقول على أن الأرض التاريخية لهم. ونقول بصراحة أن لا يوجد حاضنة مجتمعية خارج إطار ما يعرف بالمنطقة الآمنة أو ما يعرف بعملية نبع السلام. أي أنا أتكلم على شريط حدودي على طول الحدود السورية التركية وبعمق 30 كيلومتر في مناطق شمال شرق سوريا، هي المفترض الحاضنة الشعبية لبعض القرى الكردية المتواجدة في هذه المنطقة ذات كثافة أكبر. من خلال هذا الاتفاق التركي الروسي، ما الأهداف التي حققتها تركيا؟ طبعا تركيا يعني كان لديها اتفاقان، اتفاق الأول مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق ما يسمى بالمنطقة الآمنة، المنطقة المتعارف عليها في عملية نبع السلام ما بين تل أبيض وما بين رأس العين بطول 120 كيلومتر وبعمق 32 كيلومتر حتى الطريق الدولي M4. أما الاتفاق التركي الروسي فهو اتفاق لحماية الحدود السورية التركية، وهو عملية إبعاد للمسلحين PKK التنظيم الإرهابي حول طرفي هذه المنطقة الآمنة، سواء الطرف الشرقي امتدادا للحدود العراقية والطرف الغربي حتى مناطق منبج ووصولا لمناطق ما يعرف بدرع الفرات. هذه المناطق وعلى عمق 32 كيلومتر لن يتواجد فيها وبضمان روسي، وتواجد أيضا لقوات النظام كما ذكر التقرير الروسي اليوم حول 15 نقطة مراقبة على طول الحدود على طرفي المنطقة الآمنة منطقة نبع السلام. لن يتحقق يعني سيكون فيها ضمان لعدم تواجد قوات PKK الإرهابية، وسيكون هناك ضمان للعملية الحدود بحيث لا يكون هناك أي خطر على يعني للتوضيح أكثر يعني هل هذا يعني أن تركيا لن تحظى بالثلاثين كيلومتر التي ذكرتها والتي كانت العملية تستهدف فيها بالفعل يعني إبعاد الميليشيات الكردية؟ تركيا بالنسبة لعملية نبع السلام وبطول 120 كيلومتر حققت البعد بإشرافها وبتواجد قواتها بالإضافة لقوات ما يعرف الجيش الوطني في مناطق ما بين التل أبيض ورأس العين. أما على طرفين رأس العين ووصولا للحدود العراقية وتل أبيض ووصولا لمناطق درع الفرات، فسيكون هناك إبعاد للقوات PKK، ولكن الضامن والفاعل وسيكون قوات الشرطة العسكرية الروسية، وسيكون هناك تواجد لدوريات مشتركة ما بين تركيا والقوات الشرطة الروسية العسكرية، ولكن على عمق 10 كيلومتر فقط، وهي دوريات متحركة وليست نقاط ثابتة لتواجد القوات التركية. ماذا بشأن منبج من هذا الاتفاق التركي الروسي؟ يعني بتصوري المشكلة التي وقعت فيها تركيا، كانت تركيا لديها أمران. الأمر الأول هو تأمين الأمن القومي التركي، وهذا ما حققته بشكل واقعي. والأمر الثاني هي مشروع الذي قدمه رجب طيب أردوغان رئيس تركيا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهو تحقيق منطقة آمنة يحقق من خلالها إعادة النازحين أو المهجرين قسرا السوريين بعدد قد يصل إلى مليونين، وكان هناك مخططات تفصيلية لعدد من القرى وعدد من المدن ومشاريع لإعادة إعمار بقيمة 27 مليار دولار.
الآن هذا الأمر أصبح غير متداول أو غير ممكن، كون أن هذا المشروع كان يعني مخطط له 14600 كيلومتر مربع. الآن الذي حصل أنه تحت سيطرة معركة نبع السلام والنفوذ التركي فقط 3000 كيلومتر مربع، وبالتالي لن يكون هناك المشروع عودة اللاجئين أو مشروع تحقيق منطقة آمنة لتأمين عودة اللاجئين وإعادة إعمار الذي ذكره رجب طيب أردوغان في الجمعية العمومية للأمم. أين موقع النظام السوري من هذه التسويات؟ يعني بتصور النظام هو يقف خلف الموقف الروسي سواء على المنحى العسكري أو المنحى السياسي، لذلك هو لا يملك له أي شيء. بوتين هو الذي يتحكم بكل هذه المفاصل، وبالتالي الاتفاقية التي جرت ما بين تركيا وروسيا على ما يعرف الأراضي السورية، أيضا تفعيل ما يعرف باتفاقية أضنة التي تريد أن تفعلها روسيا. الاتفاقية ستكون بشروط جديدة وما بين أيضا بوتين ورجب طيب أردوغان. إذا النظام السوري هو خارج المعادلة، هو ينفذ ما يراد منه، يريد يعني أراد منه الروس أن يتواجد في إدلب البارحة فتواجد في إدلب، اليوم سيتواجد في مناطق مثلا نقاط التماس سيتواجد، هو يعني ينفذ الأوامر الروسية سواء سياسيا أو حتى عسكريا. إذا كان النظام السوري هو خارج المعادلة، فماذا عن حليفه الإيراني؟ بتصور إيران سلمت أو رضخت للأمر الواقع. إيران كانت غير مسرورة بعملية إبعادها عن هذا الاتفاق الثنائي، إيران كانت منزعجة سواء باتفاق الذي جرى ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ومن جديد الاتفاق التركي والروسي، كون أنه تم إقصاء إيران وتم يعني عمليا هو اتفاق ثنائي، وكانت إيران تمني نفسها أن يكون كل هذه الاتفاقات تحت مظلة الستانة. بتصور إيران قبلت بالأمر الواقع، هي قبلت أن يكون نفوذها في مناطق جنوب ووسط سوريا، أما بالنسبة لمناطق شمال سوريا فهي مناطق تحت نفوذ تركي وبتوافق روسي وتركي وبغض النظر عن تواجد إيران أو أي ثقة لإيران. إبراسكاي من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، نشكرك شكرا جزيلا.